قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وصفهم بالإيمان، وهذا يقتضي أن من علامات الإيمان ألا يدعى للكفار، وذلك لأن الإيمان يقتضي الامتثال بترك هذا المحظور. ثم إن الوصف بالإيمان يزيدنا فائدة، وهي أن ترك هذا المنهي عنه تقربا إلى الله عز وجل مما يزيد الإيمان، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أن يستغفروا، الاستغفار هو طلب المغفرة، فلا يجوز أن تطلب المغفرة من الله عز وجل لهؤلاء الكفار.